حياكم حلقه جديده من الزبده، معكم خالد، واليوم راح نشوف القهوه التركيه، جهاز اعداد القهوه التركيه من بيكو. يقول لك ايزي كوفي وذ وان بوتن، يعني خلال زر واحد تسوي لك هي كل شيء، تستخدمها في المكتب، تستخدمها في البيت او في المطبخ، اي مكان تبي. ليتس انبوكس ذس. اوكي، عندنا الكوب اللي تسوي فيه القهوة، كوب من بلاستيك لكن الأسفل من الألمنيوم. يطلع ويانا الجهاز أصغر من ما توقعت، وبادي الكرتونة فاضية، شكله بسيط جدا، في دقمة واحدة من فوق اللي تشغل الجهاز. قم بوضع البن والسكر أولا ثم الماء في الوعاء على حسب رغبتك. خل نسوي قهوتنا التركية. راح اخذ القهوة هذه، انا مذهبها من قبل، راح احطها، انا اعتقد قفشة كافية من الشكر، واضيف عليها ماء. قالوا لي احط كمية الفنجان اللي بستخدمه. حطينا كل شيء هني، وراح نسوي زر واحد قهوة تركية. الشركة هذه تركية، فمعناته لازم تسوي القهوة تركية، صح؟ خلينا نشوف. حالات القهوة التركية مع حلو، لكن أنا ما عندي حلو، فش أسوي؟ بس خلصت، صار لها تقريبا دقيقتين، ثلاث دقايق. اوه، تقدرون تشوفون البخار اللي قاعد يطلع. وهذه الطريقة اللي تسوي فيها وهذه هي الطريقة اللي تسوي فيها قهوة تركية. راح نجربها الحين، بس خلت تبرد شوي عشان ما ابي احرق حلجي ولساني. بون ابيتي. قهوة تركية، تدري شنو ناقصها؟ كنافة. جهاز بيكو لإعداد القهوة التركية، جهاز وايد حلو، تحط فيه الماء والبن والشكر وتسوي لك إياه في زر واحد. شكرا لكم متابعة الحلقة هذه. إذا تبون تشوفون فيديوهات ثانية، سووا سبسكرايب، سووا فولو على الانستغرام، سووا سبسكرايب على اليوتيوب. حياكم بالزبدة. خوش قهوة. حارة. خوش قهوة. وديها معي الدوام.